يا صباح الورد والفل والياسمين والرضا والرزق والسعادة والرشاقة وكل حاجة حلوة لأحلى متابعين حبايبي الكرام. النهاردة هنعمل مع بعض زي ما انتم شايفين كده حلقة خطيرة روعة بجد بجد تحفة، ومكونين فقط ولا فرن ولا بيض ولا دقيق، وطريقتها سهلة. خليكي معايا يلا وشوفي الفيديو من أوله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايب قلبي؟ يا رب تكونوا في أحسن حال وخير. النهاردة هنعمل حلقة كده مع فنجان قهوة حلوة جدا صحية للأولاد ولينا كلنا نقدر ناكلها. طبعا هي مش للكيتو، هي تعتبر صحية. هنحتاج معانا النهاردة مكونين، هم المكونين هيكون معانا الموز، هحتاج 250 جرام من الموز و150 من دارك شوكولات. هبتدي اجيب الموز، سهلة جدا ولا فرن ولا حاجة، سريعة. هقطع الموز زي ما انتم شايفين كده. هحتاج معايا هاند بلندر، ما عنديش عجان كبة، يعني المهم ان انا هطحن الموز بس بلاش بالشوكة لان هيبقى فيها تكتلات شوية. انا عايزة اخفي الموز خالص. زي ما انتم شايفين كده ببتدي اطحنها حلو جدا لحد ما هتحول معايا. طبعا انتم عارفين الموز هيتحول لشكل كريمي. عايزه اقول لكم ان الحاله دي قطع منها كده تديكي باور وطاقه خطيره زي ما انتم شايفين اهي. بعد ما انا ضربتها في الوقت ده كنت حطيت الشوكولاته في الميكرويف، طبعا شوكولاته دارك ساحت خالص زي ما انتم شايفين. الموز طبعا معسل فمش هحتاج هنا سكر خالص، وهبتدي اقلب المكونين مع بعض بالشكل دوت. هضيف بس رشة بسيطة جدا من القرفة، ودي اختياري لو انت بتحبي القرفة. القرفة مع الموز بتوديكي في حتة تانية خالص، طعم خطير. هقلبها حلو قوي قوي. الوصفة دي حلوة جدا، جايلك ضيف او عايزة تعملي حاجة حلوة للاولاد وتكون صحية وسريعة وتتحط في التلاجة كمان، مش هيجرالها اي حاجة، ممكن تعمليها بس هي لازم تقعد مثلا 3-4 ساعات في التلاجة عشان تقدري تقطعيها وتبقى متجانسه. زي ما انتم شايفين بصوا ببتدي اقلبها كويس جدا جدا، وهكون مجهزه علبه من العلب الصحيه واحط فيها ورق الزبده عشان اصب فيها الخليط. زي ما انتم شايفين كده بنزل كل الخليط. القوام بتاعه هتلاقيه عامل شبه اتقل من الكيك كمان شويه، شايفين؟ واضح طبعا معاكم شكلها. حاول بس ان انا يعني اخبط كده في العلبة عشان ما يبقاش فيها اي فراغات، علشان لما اجي اطلعها واقطعها تكون معايا قطع متجانسه. هغطيها واحطها في التلاجة. لو انتي مستعجلة عليها ممكن تحطيها في الفريزر ساعة ولا ساعة ونص، هتلاقيها جمدت في التلاجة من 3 ساعات كده الاربعة. هبص الاقيها بعد ما فتحت عليها الوش، بصوا جمد ازاي، تحسيها بقت متجانسه ومتجمدة. هنبتدي بقى نطلعها. كل ما هتكون قعدت مدة اطول كل ما هتطلع منك ورقة الزبدة بطريقة افضل. وهقطعها بالحجم اللي انت عايزاه، قطعيها كيوب، قطعيها مربعات زي ما انت عايزة، وقدميها لحبايبك وضيوفك واولادك. زي ما انت شايفين خطيرة كريمي وطعمها والله تحفة. اتمنى النهاردة الفيديو يكون عجبكم، ولو انت اول مرة تشوفي قناتي يسعدني ويشرفني تشتركي في القناة وتفعيل الجرس واللايك والشير على كل اصحابنا، ومع فيديو جديد وتعليق الحلو مستنية رأيكم زي كل ارائكم الحلوة ما تحرمش منكم. وبألف صحة وعافية والسلام عليكم.